السلام عليكم ورحمة الله. ظل الناس أمة واحدة مجتمعين على الحق والهدى منذ آدم عليه السلام ولمدة 10 قرون، ثم نجح الشيطان أن يفرق الناس إلى فريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر. فبعث الله نوح عليه السلام لهداية قومه، ومن بعده بعث الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. وأنزل الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس جماعة واحدة متفقين على الإيمان، ثم اختلفوا في دينهم وعبد فريق منهم الأوثان، لكنه رب رحيم لم يدعهم في ضلالهم وغيهم، فبعث إليهم الأنبياء والرسل دعاة لله، مبشرين من أطاع الله بالجنة ومن كفر الله وعصاه بالنار. وفي القرآن الكريم نجد دائما أن التبشير سابق للوعيد والنذير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ولكنهم بشر قد يصدقون وقد يكذبون، فكان لابد من دليل على صدقهم. وأنزل معهم الكتاب بالحق، ولكنه ليس كتاب واحد بل كتب كثيرة. فلماذا الكتاب وليس الكتب؟ لأن أصل جميع الكتب السماوية واحد وجوهرها واحد. فذكر الله عز وجل الكتاب وهو اسم جنس لجميع الكتب السماوية. ليس هذا وحسب، ولكن ليحكم الله والنبيون بما في الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا هو المقصد الحقيقي من إنزال الكتب السماوية. فوجب علينا عند الاختلاف والتنازع أن نرد الأمر إلى كتاب الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. معروف لنا جميعا أن أكثر من بعث إليهم الأنبياء والرسل وأنزل إليهم الكتب السماوية هم بنو إسرائيل. فلماذا؟ لأنهم أكثر الأمم اختلافا وكفرا بالأنبياء والرسل، لم يسلم من شرهم لا نبي ولا رسول. قالوا لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقتلوا العديد من الأنبياء كيحيى وزكريا، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ولكن الله أنجاه. فالاختلاف لبني إسرائيل أسلوب حياة، وما اختلف في التوراة إلا الذين أوتوه من بني إسرائيل من بعد ما جاءتهم البينات والحجج والأحكام، ومن بعد ما جاءتهم نعت وصفات نبي آخر الزمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن جاءته البينات في كتابه ولم يتمسك بها ضل وأضل ضلالا بعيدا، ولم يكن ذلك إلا للدنيا بغيا وظلما وحسدا وطلبا للرياسة. هذا هو حال الكافرين، فماذا عن المؤمنين؟ هداهم الله ووفقهم إلى الإيمان بالله وكتبه، ووفقهم للتمييز بين الحق والباطل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، نعم بإذنه وحده وتيسيره وحده ورحمته بهم. وهذا هو حال أهل الإيمان في كل زمان ومكان. اختلف أهل الكفر في شأن القبلة، هل هي إلى المسجد الأقصى أم إلى جهة المشرق؟ وهدانا الله عز وجل إلى المسجد الحرام.
واختلفوا في الصيام، فهدانا الله عز وجل إلى شهر رمضان. واختلفوا في الأيام، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدانا الله عز وجل إلى يوم الجمعة. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهودية، وقالت النصارى كان نصرانية، وهدانا الله عز وجل إلى الحق. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واختلفوا أيضا في شأن عيسى عليه السلام، فاليهود سبوه والنصارى عبدوه، وهدانا الله عز وجل إلى الحق، وهو أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والله يهدي ويوفق من يشاء من عباده إلى صراط وطريق مستقيم، وهذا فضله وإحسانه، وذاك عدله وحكمته. قال أبو العالية رحمه الله في هذه الآية المخرج من الشبهات والفتن والضلالات: نجح المستعمر في تفتيت الأمة الإسلامية إلى 57 دولة قد تتناحر من أجل مباراة لكرة القدم، فكن أنت أول خطوة لعودتها إلى مجدها وقمتها. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا للمتقين إماما. جزاكم الله خيرا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.